ده غاويين المملكة كده هم. بعد فترة يعني تقريبا هم الوقت عمره شهر. بسم الله ما شاء الله. ديت كتاكيت بولش او كتاكيت بدوزة ما بتسموها، على ما بتسميها ان شاء الله. بكواش جميلة جدا، الوانهم جميلة جدا، يعني الجيتا رمادي رمادي بلو. التاج ابيض اسود بلاك، التاج ابيض كده ما شاء الله، دبل بلاك يعني كده بالكوش ما شاء الله. حاجة زي كده لو حسيت ان رجله مش قادر يقف عليها اربطها له بفتلة بسيطة. شوف ما شاء الله. السلام عليكم. ده غاويين المملكة كده هم. بعد فترة يعني تقريبا هم الوقت عمره شهر. ايوه بالظبط يعني شهر، وممكن على يجيبوا الشهر، انا مش عارف الميعاد بالظبط، ولكن ما شاء الله شوفوا الجمال والشياكه، وشوفوا الحته اللي هناك دي لونها مميز جدا جدا جدا. فما شاء الله جمال جدا، ربنا يبارك فيهم يا رب. انا حبيت اوريهم لكم بس، اوريكم الكوش بتاعتهم. طبعا اخواتهم وزمايلهم هنا موجودين، انا بس طلعت لكم عينه كده افرجها لكم. الدجاج البدو على فكره من السلالات الحلوه يعني، كزينه، في ناس بتحبها بس كده يعني مش فاهمه في الطيور ولا لا في الطيور اصلا، بس بتحب تجيب الطيور ديت تسيبها في الفيلل كده او في الحديقه، اي حاجه جميله. غير من كده انت ممكن تعمل منها مشروع، يعني ممكن من طيور الزينه تعمل لنفسك مشروع، فاهمني؟ ان شاء الله بسم الله ما شاء الله. ربنا يبارك للجميع. لو في استفسار عن اي حاجه غاويين المملكه اكتبوا لي.